السيدات وسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد حاز خيار عدم تعديل النظام الانتخابي لنقابة المعلمين على الأغلبية بعد التصويت على عدة خيارات من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة وقالت النقابة في بيان صحفي أن القرار حاز على 147 صوتاً من أصل 214 حضروا اجتماعاً طارئاً يوم السبت الفائت في مجمع النقابات المهنية وأضافت النقابة أن الاجتماع الطارئ جاء بناء على طلب عدد من أعضاء الهيئة لمناقشة النظام الانتخابي للنقابة وإجراء تعديلات عليه استنادا للمادة الخامسة عشر من قانون النقابة التي تسمح ل 25% من الأعضاء طلب اجتماع طارئ لمناقشة بند محدد وأشار البيان إلى أن النظام الانتخابي الحالي الذي تم التصويت عليه هو نظام مختلط يجمع بين مقاعد القوائم والمقاعد الفردية وطرح أعضاء الهيئة عددا من الخيارات منها الابقاء على المغلقه او تطويرها للمفتوحه او النسبيه كما طرحت قيمه العتبه الانتخابيه للقوائم ومن حيث المقاعد الفرديه طرح الاعضاء عدد من الملاحظات منها عدد ممثلي المديريات في كل محافظه نسبه لعدد معلمي المحافظه نفسها وجرى خلال الاجتماع مناقشه كل الاوراق المقدمه من جميع المحافظات ووجهت التعديلات الانتخابيه المقترحه وتم طرح ذلك للتصويت حيث حاز قرار الابقاء على النظام على موافقة الأغلبية جدلية النظام الداخلي ارتبطت منذ إعادة إحياء النقابة ومن هنا ارتأينا أن نسبر أراء المعلمين حول رأيهم في هذا النظام إحنا ضد قانون الانتخاب لأن قانون الانتخاب قاعد بمثل كتل وافراد احنا بدنا يكون بس افراد لانه هاي الكتل فيش أنه كتل منظمه مشان تمثلنا الكتله الوحيده اللي هي معروفه عند كل الشعب هي مسيطره تقريبا على معظم النقابات فاحنا بنقترح انه يكون قانون الانتخاب بس للافراد ما يكون في كتل سياسيه ما في مشكله بالقوائم المغلقه بس اختار من كل قائمه مغلقه اثنين او ثلاثه او اربعه مثل ما بدي اذا كان اربع قوائم ممكن اختار من القائمه الاولى مثلا اربعه من القائمه الثانيه واحد من القائمه الثالثه اربعه وهكذا حتى يصلوا ل 12 ايضا بالنسبه للتمثيل النسبي يعني مثلا محافظه 10000 معلم يطلع لها مثلا 10 مقاعد ومحافظه ثانيه 1000 معلم يطلع لها 10 مقاعد يعني بتوقع التمثيل النسبي بيكون احسن قانون الانتخاب لنقابه المعلمين قانون تم بناء عليه انتخاب هيئتين سابقتين وحسب رايي انه ما في اي استشكال عليه وما في اي مشكله عليه، يعني ليس هناك اي ظلم لاي فئه من المعلمين، يعني اتوقع انه اخذ كل المعلمين اخذوا حقوقهم في القانون يعني احنا الفردي ممتاز ما عليه اي غبار بس مشكله القائمه، القائمه ما بتمثل يعني عندك مثلا بعمان عندك اكبر عدد من المعلمين سواء حكومي او خاص هم من نقابه المعلمين عدد الكتلة اللي بنتخبوها أو القائمة المغلقة نفس القائمة اللي بنتخبوها مثلا أهل المفرق أهل معان أهل العقبة يعني ما بتمثل لازم تكون نسبية نسبية بحيث كل عدد من المعلمين مثلا ألف معلم ألفين معلم يكون في لهم عدد من القائمه المغلقه. قانون الانتخابي كويس ونتمنى انه حتى كمان الحكومه تتبناه في المجلس البرلماني وبس بعتقد انه على النقابه تفعيل بعض النقاط والامور البسيطه يعني لازم في تعديل عليه لانه بعتقد في اخر مره اقر كما هو يعني ما كانش في عليه اي تعديل فبنتمنى منهم يعني ينظروا بعين الاعتبار لهي بعض النقاط اللي بتوقع انه واصليتهم بيعرفوا عنها يعني. قانون غير عادل لا يساوي بين جميع المناطق حيث أن قانون الانتخابي لجميع المحافظات في القائمة المغلقة يتم إنتاج 12 عضو لمجلس للهيئة المركزية لنقابة المعلمين وهذا وهذا خطا جسيم وكبير وغير عادل بالنسبه لكافه معلمي المملكه الاصل ان يكون قانون الانتخاب عادل كل ألف معلم لهم لهم ممثل ولا يجوز محافظه فيها 2000 معلم لها 12 مقعد اضافه لمقعدين لممثلين عن المعلمين ال 2000 ومحافظه فيها 60 الف معلم لها 12 12 مقعد على الكتله المغلقه ووفق قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم 14 لسنة 2011 فإن المادة الأحد عشر تنص على ما يلي: تتكون الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسددين الالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة من مقتضاه. تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الأعضاء العاملين فيها والمسددين التزاماتهم المالية والحاصلين على شهادة مزاولة المهنة. تتكون هيئة الفرع في المحافظة من ما يلي: 12 عضوا لكل محافظة، عضو واحد لكل مديرية. وعضو واحد لكل ألف معلم من هنا فأنا نناقش الليلة جدلية النظام الانتخابي ماذا أنجزت النقابة حتى اليوم وأين الطالب من كل ما ذكر مع ناطق إعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور وعضو الهيئة المركزية لنقابة المعلمين جلال النبات حوار يبدأ بعد فاصل قصير اهلا بكم نبدا حوارنا الليله وارحب بضيوفي الكرام الناطق أعلامي لنقابه المعلمين الاستاذ ايمن العكور اهلا بك شرفنا اهلا وسهلا استاذ محمد وعضو الهيئه المركزيه لنقابه المعلمين الاستاذ جلال الذنبات اهلا بك شرفنا اهلا بك قبل كل ذلك اذكر بسؤال شارك عبر تطبيق رؤيا لهذا المساء والسؤال يقول هل تؤيد النظام الانتخابي الحالي لنقابه المعلمين والاجابه بنعم او لا وسنستعرض الاجابات تباعا اثناء هذه الحلقه واستاذ ايمن سابدا منك اجتماع يوم السبت الماضي مين اللي دعا أولا وما هي وجهة نظركم لما حدث به من وقائع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تحية لك أخي محمد ولضيفك الكريم أستاذ أبو صدام الله, الله, الله الكرام والحقيقة دعوني في البداية وبخلال عشر ثواني أن أترحم على إحدى زميلاتنا الكريمات التي توفيت وهي تعد لطالباتها أوراق الامتحان آه الفاضلة سامية الدقس من محافظة مادبا هذه المعلمة الفاضلة التي أبت رغم مرضها ووجودها في المستشفى إلا أن تبعث بأوراق امتحاناتها إلى طالباتها خوفاً أن يضيع عليها امتحان رحمها الله يا سيدي طالباتها لذلك نعم جميع. عزانة لأهلها جميعاً عزاءنا لأهلها باسم نعم. المجلس نعم. وإنا لله وإنا إليه راجعون نعم يا اخي محمد دعوة لهذا الاجتماع الحقيقه مجلس النقابه وضمن طبعا استكمال تشريعاتنا في نقابه المعلمين طبعا كان لنا استكمال في النظام التشريعي بشكل كامل كان على جدول اعمالنا في هذا الموضوع بالذات النظام المالي لنقابه المعلمين النظام الاداري وايضا النظام الانتخابي وكله كان على جدول اعمال نجس يعمل من خلال اليه واضحه ومحدده ووفق جدول زمني والحقيقه تم عرض النظام المالي والنظام الانتخابي على الهيئه المركزيه واقرت هذه الانظمه ونحن الان في نقابه المعلمين نعمل ضمن هذه الانظمه وايضا كان نظام الانتخابي على جدول اعمالنا والحقيقه ايضا تقدم مجموعه من زملائنا ضمن منصه عليه القانون بطلب عقد اجتماع للهيئة المركزية لمناقشة هذا الأمر وتم التعامل معه بإيجابية كاملة من قبل المجلس وتم يعني من دعا إلى الاجتماع هو مجموعة من الزملاء في زملاء. القانون القانون ينص على أنه تعقد الهيئة المركزية اجتماعاتها إما بدعوة من المجلس وإما بطلب من ربع أعضاء الهيئة المركزية وهذا ما تم دعا طلب ربع من أعضاء الهيئة المركزية عقد هذا الاجتماع وتم عقد هذا الاجتماع وفق القانون والأصول القانونية المرعية والمتبعة ما هو وجهه نظركم لما حدث به من وقائع؟ هذا امر طبيعي جدا، نحن نمارس ونحن مؤسسه مؤسسه كبيره، نقابه المعلمين، هذه المؤسسه لها برلمانها، الهيئه المركزيه، تعرض عليه كل التشريعات المقترحه سواء من مجلس النقابه، سواء من الزملاء في الهيئه المركزيه، ثم هذه الهيئه تناقش ثم تقرر ما تراه مناسبا بهذا الخصوص اخ اخ جلال هل انت من, من دعوا للاجتماع وما هو الهدف وسر التوقيت؟ نعم, اجتماع نعم, الطارق؟ نعم 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 الاجتماع الطارئ هو بحسب قانون نقابه المعلمين زي ما تفضل اخي الاستاذ ايمن العفور انه اذا او من حق ال25% من أعضاء الهيئه المركزيه ان يطلبوا اجتماع غير عادي نعم لمناقشه موضوع محدد يحددوه ف أنا يعني بصراحة ومجموعة من الزملائي في عضائها المركزية أه لمسنا أو استشعرنا إنه مجلس النقابة أه ليس لديه ليس لديه النية في أه تعديل النظام الانتخابي وما دعانا إلى ذلك جلال كم واحد أنتم اسمحوا لي من لمس هذا هذه النقطة من أعضاء النقابة؟ يعني بالعدد بالضبط ما بعرف يعني من بين 30 ل 40 ل 50 شخص نعم. لمسنا هذا نعم. انا شخصيا جميل لمست انا طيب. لمست من خلال انه في انا بعرف يعني في نظام داخلي م. نظام داخلي واحد بكون نقابة هذا النظام الداخلي تم تقسيمه الى نظام مالي تم التصويت عليه واقراره في الدوره السابقه ونظام اداري ونظام انتخابي ونظام مزاولة المهني النظام الإداري لما أجانا على الأفرع يعني أنا شعرت أنه النظام الإداري هو نظام داخلي نظام داخلي بس بنقصوا النظام الانتخابي يعني مش متطرقين فيه إلى النظام الانتخابي <applause> واللي زادني استشعار أكثر بأنه ما في نية لتغيير النظام الانتخابي أنه في النظام الإداري في المادة 15 من النظام الإداري الماده 15 تنص على انه النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس يتم انتخابهم من الاعضاء الهيئه المركزيه فانت كيف حاط أه نص للنظام الانتخابي في النظام الاداري وهناك نظام انتخابي يعني انت تدعي انه في راح يكون في نظام انتخابي وانت حاط لي مادي الماده 15 اللي بتنص على كيفيه انتخاب النقيب ونائب النقيب وعمال المجلس طيب. اعطيك مثال مم. اعطيك مثال انا بالنسبه لي تقدمت في مقترح في الجلسه الاخيره انا بدي اسمع وجهه نظرك آه. في في, في اللي صار بالاجتماع لكن مم. شو الهدف وسر التوقيت في هذا الاجتماع؟ الهدف وسر التوقيت هو بصراحه انه احنا شعرنا انه مجلس النقابه وبصراحه اكثر الطيف السياسي المسيطر على مجلس النقابة والمسيطر أيضا على الهيئة المركزية لا ينوي بتاتا تغيير النظام الانتخابي طيب آه شو صار في الاجتماع من نظرك؟ اللي صار في الاجتماع يعني كان شيء مخالف للانظمه والقوانين و يعني عدم واخذ حتى كان مخالف لل ما بدي اقول غير هيك يعني كان مخالف للانظمه والقوانين. يعني نحن مجموعه طلبنا اجتماع غير عادي حسب القانون آه لمناقشه موضوع محدد وهو النظام والقانون الانتخابي. وفي آه كم مقترح اجى من آه المحافظات من الافرع. في مقترح غريب عجيب أجا من معان. هذا المقترح ينسف سبب الاجتماع. مقترح معان بقول عدم مناقشه آه النظام الانتخابي وقانون الانتخابي وذلك لخطورة المرحلة هذا مقترح معان المقترح معان المجلس تبناه يعني المقترح الأجا من معان المجلس تبناه وصار يحكي فيه يعني والأعضاء الهيئة المركزية بيسمعوني وشافوا اللي حصل اللي حصل انه آه من ما بلش النقيب افتتح الجلسة صار يحكي عن خطورة المرحلة وبعد ذلك الاستاذ امجد بدوي اللي كان يحكي باسم المجلس تكلم عن خطوره المرحله وانه يعني خطوره المرحله وهي المرحله لا تسمح بان نرفع ان نرفع اي ماده في النظام او في القانون طيب. لمجلس النواب او طيب. لل جميل راح اتوقف عند هذه النقطه طيب. لكن قبل ذلك الاجتماع جاء مخالفا للقانون ونظام النقابه ومقترح من فرع نقابه معان خالف النظام الداخلي. وجهه نظرك؟ بدايه اقول ان مجلس اولا الدعوه التي تقدم بها الزملاء لمناقشه النظام الانتخابي جاءت في ذات اليوم الذي ناقشنا فيه النظام الاداري واقرينا فيه النظام الاداري. وفي هذا اليوم حتى مجموعه من زملاء من اعضاء المجلس اعضاء المجلس وقع على الطلب عقد اجتماع لمناقشه يعني هو الـ الـ الانتخابي اذا سمحت هو 25 كان محقق آه بس هو يعني انا اقصد ان اعضاء المجلس نفسهم اللي هي قناعتهم بانه سيتم مناقشه هذا الموضوع وقعوا على هذه الوثيقه او على هذه العريضه نواصل آه آه النقطه الاخرى اخي آه المجلس كان ماشي في برنامج وبالتالي اليوم اللي اقرنا في النظام الاداري جاء الزملاء بالعريضه لتوقيعها وطلب عقد الاجتماع لمناقشه النظام الانتخابي مع ان المجلس اصلا كان مرتب الامور بطريقه زمنيه لمناقشه كل هذه الانظمه النقطه الاخرى ما تفضل فيه ابو صدام اخي وزميلي الحقيقه ان الدعوه الى اجتماع الطارئ يعني يتم بخلاء بموضوع محدد يتم طرحه ولا يجوز طرح أي موضوع آخر موجب <applause> النص والقانون وبالتالي ما جرى في هذا الاجتماع هو مناقشة كاملة لما, تم لما جاءنا من اقتراحات والاقتراحات موجودة عندي أصلا لم يتقدم أنا أقول لك إحنا ابتدأنا في مجلس النقابة بمراسلة الفروع من شهر اه 12 شهر 12 نحن بالراس الفروع ابعثوا لنا بالاقتراحات الخاصة بالنظام الانتخابي هذا الكتاب الرسمي بذلك وشكلوا لجان يا فروع وناقشوا النظام الانتخابي وبعثوا لنا كمجلس باقتراحاتكم سواء اقتراحات فروع او اقتراحات زملاء لانه هذا سيكون هناك عقد اجتماع لهذا الغرض ثلاثة شهور لم يصلنا الا اقتراحات ثلاثة من الفروع من اصل 12 رغم تكرار المراسلات ولم يأتينا اقتراحات الا من ثلاث زملاء بصفتهم الشخصية طيلة ثلاثة شهور متواصلة والمجلس يراسل الفروع ويطلب منهم اقتراحات يطلب منهم مقترحات في هذا الخصوص ولم يصل إلى إلا فقط من ثلاثة فروع ومن ثلاثة زملاء ومع ذلك تعامل المجلس بطريقة مسؤولة وقانونية وعقد هذا الاجتماع جميل. ودار الاجتماع مدة ثلاث ساعات النقاش جرى لمدة ساعتين كاملات والزملاء بيناقشوا فيما تم طرحه من مقترحات سواء مقترح الزملاء في مدبة سواء مقترح الزملاء في الطفيله، مقترح الزملاء في في المحافظه الثالثه وايضا الزملاء الذين طرحوا مقترحاتهم بطريقه بصفه شخصيه. جميعها طرحت على الهيئه المركزيه وتم نقاشها من قبل الزملاء، تحدث ما يزيد عن 23 من الزملاء في هذا الموضوع. في الجلسه في جلسه الهيئه المركزيه، وبالتالي اعتقد ان النقاش اخذ حقه كامل. ما دعت الى ما دع اليه الزملاء لمناقشه نظام الانتخابي تم بشكل كامل اما التصويت على المقترحات فلا شك انه أنت لا تس انا لا كمجلس لا استطيع ان اهمل اي مقترح حق وجاءني مقترح من الزملاء في معان وانا قلت الفرع الثالث وفرع معان وكان لديهم اقتراح هذا الاقتراح بعد المناقشه بعد ساعتين من النقاش في كل المقترحات الخاصه بالنظام الانتخابي ها طرحنا المساله للتصويت الان انتهينا من النقاش القانونيه كان كل هذا الكلام كله داخل طبعا لا شك فالان بعد ساعتين من النقاش كان هناك طرح للمقترحات للتصويت انا الان اصوت على ماذا في البدايه طبعا بدك تصوت على ترتب الاقتراحات الموجوده اما ان ندخل في المقترحات والتصويت عليها واما الا ندخل كما اقترح الزملاء في معان بعدم اجراء اي تعديل على النظام القائم وبالتالي طرحنا نحن المقترح اللي طرحه زملائنا للتصويت عليه وفاز هذا المقترح بكم؟ ب 147 صوت من اصل 100 او عشر عضو حضروا هذا الاجتماع، احنا بنحكي عن ثلثين للهيئه المركزيه ماشي؟ راوا ان يتم نقاش هذا ان يتم تعديل عفوا لان النقاش تم، راوا ان يتم التعديل على النظام الانتخابي لقناعتهم بعدم الان بعدم جدوى او بعدم ضروره اجراء مثل هذا التعديل وانه اي تعديل الان سيدخل النقابه في كثير من المشاحنات والخلافات الداخليه التي نحن في نقابه المعلمين في هذه الفتره نحن بغنى عنها. شو قصه خطوره المرحله؟ خطوره المرحله هي متعلقه بأن الان نقابه المعلمين في هذه المرحله بالذات خوفنا ان يتحول الخلاف الى داخل صف المعلمين الى داخل فروع المعلمين ان يتحول الان الصراع داخل الفروع على النسب وعلى الحصص وعلى الممثلين وبالتالي سندخل نحن في نقابه المعلمين في دوامه كبيره جدا نحن الان في غنى عنها هذا الامر هو ما دعا الغالبيه العظمى من اعضاء مجلس من اعضاء الهيئه المركزيه الحقيقه الى ان يتبنوا الراي اللي طرحه زملائنا بانه لا نجري اي تعديل على تبنى المجلس وجهه نظر المجلس لم يتبنى وجهه اي نظر على الاطلاق لا لا, نهائياً لا سهل سهل انا بعطيك دليل دليل انه النقيب لم يصوت على المقترح اصلا واحد زملائنا في المجلس لم يصوت على المقترح لو كان هذا الامر ملزم بالمجلس اني اصوت عليه كان الكل صوت عليه طيب وبعض زملائنا في المجلس طيب انا راب... بدي اذكر الاستاذ ايمن ابو صدام بعض زملائنا يعني في المجلس راب... بعضهم لم يصوت عليه انا المقترح بس بس, بس. سمح لي. سمح لي. انا بدي اذكرك في شيء سجل لي اسمح لي انا كذاب او صادق يعني طيب بس أنت انا بدي اقول لك شغله المقترح في مكانه، لا شبهات اذكرك في شيء بس طيب المقترح في مكانه ولا شبهات تحول حوله وقوائم المجتمع مع النظام الداخلي تتناسب تماما وتتماشى اولا استاذ امجد بدوي اليس عضو مجلس استاذ ايمن بالضروره هو عضو مجلس رئيس اللجنه القانونيه ولما يطلع يحكي هو يمثل المجلس نعم الاستاذ ايمن بدوي بال... امجد بدوي اسف بالحرفيه بالحرف قال انه يا اخوان المرحله خطره ولا أه يعني لا تتحمل انه نرفع اي ماده سواء ماده قانونيه او ماده نظام الى الحكومه او الى مجلس النواب لانه اذا رفعنا القانون لمجلس النواب مجلس النواب راح يفرض قانون نقابه ويفصله على كيفه انا ما أعرف عارف يعني يعني أسوأ من هذا القانون اخطر ابو صدام خلينا نكمل اكمل خليني اكمل نتائج خلينا هذا خلينا أكمل بس على الصف بس على بس على داخل المعلمين لا يعني خلينا تفضل إيه وبالحرف الاستاذ امجد بدوي بسمعني قال حتى النظام اذا رفع الى الحكومه سوف تفصله الحكومة مش النظام طبعا مادي في النظام إذا رفعت للحكومة سوف تفصل الحكومة على مزاجها وعلى كيفها وهذا خطر وبالتالي أي يعني ما نكون واقعيين يعني أنتوا الطيف السياسي المسيطر لما يسمع هذا الكلام هذا الكلام مطابق مية بالمية لمقترح معان طيب السؤال هنا لما يعني بتذكر الجلسة جلستنا اللي سبقت هذه الجلسة احنا صوتنا على اربع مقترحات صح؟ نعم. او خمسه نعم مزبوط ليش تم التصويت فقط على مقترح معان ليش ما عرضتوا مقترح سين مقترح صاد يعني بلورتوا خمس مقترحات ست مقترحات وتم التصويت على هاي الخمس مقترحات واخذنا زي المره هذيك اعلى اثنين وصوتنا عليه نعم, عليها. نعم. ما يعني انت جيت اوحييت الهيئة المركزيه انه هذا المقترح اللي احنا بنتبناه يعني بشكل كان واضح مقترح معان ومقترح معان هو المقترح اللي احنا كمجلس نقابه نتبناه من خلال كلام الاستاذ امجد بدوي وبالتالي صوتوا عليه لجنه مركزيه وصوتت عليه ونجح مع انه هذا المقترح مخالف يعني انا مش فاهم يعني انت احنا لجنه مركزيه حسب القانون بنطلب اجتماع بنحدد الموضوع اللي هو نقاش وتعديل يعني نقاش يعني تعديل النظام الانتخابي فانت بتجي بتقبل مقترح بقول عدم نقاش النظام الانتخابي ما هو بقول اسمح يعني لي ما يعني سجل مش... بقول آه. الاستاذ ايمن بصراحه انه المجلس ساعتين كاملات وهو بيناقش في القانون وهالنظام الهيئه المركزيه تناقش وليس انا بحكي عن التصويت المجلس يدير المفترض المفترض يعني يا استاذ احنا يعني انت في اجتماع هذا الاجتماع لمناقشه النظام الانتخابي وناقشوه ساعتين ناقشتوه ساعتين ولا ال... لا لمناقشه طبعا مناقشه يعني شو معنى المناقشه؟ المناقشه والتصويت المناقشه والتصويت، فهذا المقترح يعني المقترح المفترض انه لا 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 انه ما قوبل نهائيا <تصف> طيب لانه المقترح ينسف الاجتماع يا واضحه استاذ ايمن اول اثنين تفضل عندك ملاحظه اخرى؟ اه الملاحظه الاخرى اللي عندي بالنسبه لل اه التصويت اللي يعني ما بعرف يعني كان حتى التصويت طريقه التصويت يعني ما كانت بطريقه ما كانت يعني طريقه نقول منظمه اه اختلفت عن التصويت على اي قانون او نظام اخر؟ اسمح لي هي يعني كل 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 اختلف ال... عن النظام الاداري مثلا التصويت في النظام الانتخابي؟ هو ما اختلف كيف كانت مختلفة بس يعني كيف يعني كانت الطريقة م... عشوائية اللي أنا بحكي أنه أنت يا أستاذ أيمن العكور ذكرت قبل شوية أنه اه النظام الإداري أنا بدي يعني بدي أسأل سؤال انت في النظام الاداري انت في النظام الاداري بتحط لي ماده من مواد النظام الانتخابي طيب يعني اسمح لي هاي انا راح ما هو 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 ذكر يعني ها بس لانه يعني هو, لأن جنة هو جنة. ذكر انه في النظام الاداري سمع. احنا هو, هو ذكر انه احنا نظام اداري بعدين رايحين لنظام انتخابي انت في النظام الاداري حاط لي ماده اللي هي كيفيه انتخاب المجلس النقيب ونائب النقيب ونائب النقيب سمع. سمع. طيب ده. كيف ببساطة يعني لنفترض انه انا لنفترض انه انا انا كان مقترحي انه يتم انتخاب النقيب والمجلس من الهيئه العامه وبصراحه يعني المفترض انه يكون نقيب والمجلس النقيب لما يكون منتخب من الهيئه العامه بكون ماخذ شرعيه اكبر مش من 314 شخص من هيئه عامه 100 الف معلم لنفترض انه يعني افتراضا انه انا مقترحي نجح لنفترض انه المقترح نجح طيب كيف انت بدك يعني ه... راح يكون النظام الاداري او في ماده في النظام الاداري تخالف النظام تخالف النظام الانتخابي, النظام الانتخابي بدي يعني اسمع وجهة نظرك هاي النقطه واسمحوا لي انا عندي سؤال طالما انه عندكم جدول وبدنا ليش ليش صفه الطارئ لهذا الاجتماع؟ لماذا يعطى هذا الاجتماع صفه طارئ؟ للأمانة للأمانة أرجوك, أرجوك. احتراما لرغبة زملائنا اي جدول اي جدول بيسال الاخ الاستاذ ايمن ذكر صراحه في جدول كان بعد النظام الاداري يعني النظام الـ الانتخابي, الـ الانتخابي لا لا أنا أنا ولماذا قبلنا هاي للامانه احتراما لراي زملائنا احتراما احترام لانهم تقدموا ب يعني عريضه او طلب لعقد اجتماع طارئ او غير عادي للهيئه المركزيه احنا كمجلس احترمنا هذه الرغبه نقل أخرى انا بقول انه ماده النظام ما اللي حكى عنها في النظام الاداري ابو صدام الاستاذ جلال هذه اصلا كان في هناك توصيه من الهيئه المركزيه بانه ان يعني اجراء التعديلات كما تحدث عنها المركزي من ضمن هذه الماده، وذلك الماده نقلت الى النظام الانتخابي عند مناقشته واقراره، يعني لن تبقى في النظام الاداري او لم تبقى في النظام الاداري. نقطه اخرى طريقه التصويت عاديه جدا زي كل الاجتماعات اللي احنا بنعقدها ضمن ما دام النصاب قانوني عندنا عدل للزملاء الموجودين وما دام النصاب قانوني يجري التصويت على المقترحات. التصويت لماذا لم يصوت على جميع المقترحات؟ أنا قلنا في البدايه لو لم لو لم توافق لو اقرت الهيئه المركزيه اجراء تعديلات لدخلنا في التفاصيل وفي النقاش اللي حكى عنه، وليس في النقاش في التسويت على المقترحات، <applause> لان احنا ناقشنا، لكن احنا سنصوت على المقترحات فيما لو فشل الاقتراح انه عدم اجراء تعديلات على النظام. موضوع الطيف السياسي، انا اتمنى اخي ابو صدام، <applause> يعني هذه اسمح لي اقول، هذه الفزاعه التي تذكر دائما دائماً. <applause> دائما حقيقه، انا اسال سؤال. <applause> انا بقول لك بصراحه الطيف السياسي اللي بتحكي عنه ليس اغلبيه في نقابه المعلمين ولكن في سؤال لازم تجاوبوا عليه لماذا ثلثي الهيئه المركزيه رفض ما تقدمت فيه ولم ولم يقر اجراء اي تعديلات هذا السؤال لازم تجاوبوا عليه كيف كيف لانه ماذا لماذا رفضت الهيئه المركزيه بغالبيه ثلثيها يعني اغلبيه ساحقه عدم اجراء تعديلات عن النظام الانتخابي كان واضح انه الهيئه المركزيه الاعتبارات التي قدمت لعدم اجراء اي تعديل عن النظام الانتخابي كان واضح انها قويه جدا الى الحد اللي دفعت ثلثي الهيئه المركزيه، وانا قلت لك طيف السياسي اللي بتحكي عنه لا يمثل اغلبيه لا مطلقه ولا نسبيه في الهيئه المركزيه، ومع ذلك انت مختلف أه؟ مختلف طبعا مم. ومع ذلك مم. ومع ذلك ثلثي الهيئه المركزيه لم يوافق على اجراء تعديلات، هذا يدل ان الهيئه المركزيه لديها بغالبيتها الساحقه جدا، لديها موقف انه اجراء تعديلات الان سيرتد عكسيا على داخل المعلمين وعلى داخل النقابه، وبالتالي ارتأوا عدم اجراء تعديلات على النظام الانتخابي واعتقد هذا هذا في هذه المرحله بالذات انا بعتقد انه هو الشيء الصحيح والسليم، لكن اذا في سؤال يجب ان تجاوبوا عليه، لماذا لم لم تقتنع الهيئه المركزيه بما طرحتموه من مقترحات رغم تكراره يعني ما قدم في الهيئه المركزيه انا بجاوبك ليس جديد لا بجاوبك هو ماشي لأن يعني لأن لانه 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 الاغلبيه الاغلبيه من الهيئه المركزيه هي ذات لون سياسي واحد انا بقول لك ثلثين ثلثي الهيئه المركزيه لون سياسي واحد نعم نعم يعني انا أكثر بسالك أكثر سؤال أكثر أكثر يعني اسمح لي اذكر اسماء ما أنا يا اسمح لي أذكر اسماء يعني عندما وقف رئيس فرع المفرق آه. وقال يا اخوان هذا الـ الـ الان اي طرح لهذا الموضوع الان سيدخل النقابه في صراع داخلي نحن في غنى عن الصراع الداخلي الان عندنا اشياء اهم حقيقه عندما استاذ أيه. استاذ انا دقاء بس حاجة. اكمل عن يعني الهيئه المركزيه اخي محمد أخي والله ثلثي الهيئه المركزيه انا لما وقفت اقول لك حكيت لماذا قائمة القائمه النسبيه ابو صدام ما كانوا فاهمين يعني قلت اشرح عليه يعني الكل قال اشرح يعني هنكون واقعيين تسمح لي لماذا لم تدخل غالب انا بجاوبك لماذا لم تدخل الهيئه المركزيه تعديلات على النظام الانتخابي لان هناك اولويات تشريعيه اخرى انا بعطيك أن من النظام المالي، والنظام الاداري، عندنا نظام مزاوله المهنه، انظمه الصناديق، نظام التعليم الخاص، امن وحمايه المعلم، انا بعتقد هي كلها من نظام انتفاري. انا برايي وقناعه ثلثي الهيئه المركزيه هي ذات اولويه اكبر، والدليل لو ك... لم تكن ذات اولويه اكبر دخلت الهيئه المركزيه في نقاش ما طرحتموه، لكن اعتقد ان الهيئه المركزيه كان رايها وبالاغلبيه الساحقه بثلثيها انه الان الان ليس هناك ضروره لمثل ادخال النقابه في لا ضروره استاذ جلال اسمح لي لا ضروره, لا ضرورة ابدا خوفا من الدخول في صراع وخطوره المرحله واضحه ادخال النقابه في آآ آآ يعني خلافات ودوامه لا, غي... لا, لا يعني نحن في غنى عنها في النقابه هذا ما يقول الاستاذ هي بي. الخلافات سواء كانت في الدوره السابقه أو يعني الدوره السابقه يعني جوهر الخلاف كان نظام النظام والكل بيعرف هذا الكلام اذا انت يعني هل النظام او القوائم المغرقه هي يعني قران كريم مقدس غيره يا اخي انت ما عندك نية غير هناك غيره. اولويات انا بدي اقول لك انا بدي اقول لك دائما بقول لك هناك اولويات ما. ثلثي طيب الهيئة طيب طيب هناك اولويات اسمح لي. بس خليني بقول لك ثلثي لها. الهيئة اللي هي مش من طيف سياسي واحد م. لا ترى ذلك يا اخوي صل على النبي اسمع مني من ليش ما صوتوا عقار اسمع مني تفضل اعضاء المجلس النقابة الكرماء زارونا في شهر رمضان ما بعرف الاستاذ ايمن كنت معه نعم. نعم. نعم في شهر رمضان زارونا في الكرك نعم وطرح طرح عليهم سؤال من قبل رئيس فرع الكرك السابق الاستاذ عبد الله بن هل لديكم النيه في تغيير النظام الانتخابي المغلق وكان الجواب نعم وقبل نهايه العام هذا السنه الماضي قبل دي. نهايه العام اه ومره ثانيه اجوا على الكرك قبل الاضرابات والتقوا في الهيئه العامه وطرح نفس السؤال وقالوا نعم سنغير وقبل نهايه العام راح نهايه العام اه انا انا فاهم شو الاش... ف... انا 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 عارف شو بده يعني راح راح يظل تسويف ونعم 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 نعم الى ان تنتهي الدور طلبوا منكم وهكذا وهكذا طلبوا منكم شهر 12 اقتراحات وصلكم وبعثنا. كتاب بعثنا بعثنا اقتراحات ثلاث اقتراحات بيقولوا منت... من لا شو من, من الفروع ثلاث فروع فقط من ثلاث فروع من ثلاث فروع من فروع من اصل 12 وثلاث زملاء في الهيئة المركزية من أصل 314 طيب واحد الزملاء عضو هيئة عامة إيه هذا ما, ما القراءة التي تعطيك إياها هذه هذه من ثلاث فروع؟ من ثلاث فروع فقط طيب من يسيطر على الفروع يا أستاذ أيمن؟ يا سيدي أنا ما هو نكون واقعيين يعني أنا 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 طرفي أنا قلت قبل قليل يا أبو أنا طبيعتي بحكي, يعني بحكي يعني أنا بقول لك بصراحة بحكي بشكل مباشر آه. يعني من يسيطر على الفروع؟ من يسيطر على الفروع؟ الهيئات المركزية في الفروع لا ابدا طيب, طيب, سياسي اسمع سياسي طيب سياسي السؤال كومنتر. السؤال من يسيطر على الفروع <applause> من يقدم <applause> من الطيف السياسي الى ما الى عشان ضلنا ضلناش في <applause> هاي الدوامه ارجوكم هل تؤيد نظام الانتخابي الحالي لنقابه المعلمين 52% نعم 48% لا بعد فاصل سنواصل حوارنا ابقوا معنا اهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام اذكر مره اخرى بالنسبه الاوليه لسؤال شارك ونسبة التصويت على سؤال شارك عبر تطبيق رؤية هل تؤيد النظام الانتخابي الحالي لنقابه المعلمين 52% نعم 48% لا وانا حتى ما, ما ندخل في جدليه ومره اخرى لا نريد ان ندخل الحوار في الاطار الجدلي مين اللي بيسيطر على الفروع في حد بيسيطر على الفروع صراحه استاذ ايمن الفروع اخي من هو موجود في الفروع هو من انتخبه المعلمون في الفروع المعلمين المعلمون. طيف سياسي يسيطر على الفروع نعم هناك طيف سياسي طيب سجل عشان ما نظن. اسمح لي اسمح لي ارجو ان نحسم هذه المساله موضوع الطيف السياسي اذا في طيف سياسي من هو الطيف السياسي الاخوان المسلمين هم من يحكمون الفروع ومن يسيطرون على الفروع عشان نحكي بصراحه يعني بصراحه انت عارفه وانا عارفه الاستاذ ايمن عارف الاستاذ ايمن بكل صراحه انه ليس هناك طيف سياسي يسيطر لا على الهيئه المركزيه ولا على مجلس النقابه ولا على الفروع استاذ انا لا اعيب سيطرته. ولكن يعني الكل بيعرف انه الطيف السياسي او على البلاطه نحكيها جماعه الاخوان المسلمين يسيطرون سيطره كامله على النقابه الفروع والمجلس والهيئه المركزيه وكل شيء هذا شيء شيء يعني بديهي ومعروف جدا طب وشو المشكلة في في النظام الانتخابي هون؟ يعني هذا النظام الانتخابي النظام. النظام. ن... اسمحوا لي بس نستعرض مرة أخرى أنت كرمت اسمحوا لي نستعرض النظام الانتخابي والمواد اللي استعرضناها في مقدمة الحلقة حتى فقط يكون المشاهد مرة أخرى في صورة احنا بنحكي عمالنا عن قانون نقابة المعلمين المادة 11 هيئة عامة للنقابة من الأعضاء المسددين الالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون تتكون هيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الاعضاء العاملين فيها والمسددين التزاماتهم المالية والحاصلين على شهادة مزاولة المهنة، هيئة الفرع في المحافظة تتكون من 12 عضو لكل محافظة وعضو واحد لكل مديرية وعضو واحد لكل 1000 معلم، شو هذا القانون؟ آه. شو المشكلة؟ مشكلت. وين مشكلتك في هذا الموضوع؟ مشكلتي انا في النظام الانتخابي، اول شيء القانون مشوه. القانون مشوه؟ القانون مشوه. طيب ماشي. يعني يفترض ان يكون من المفترض ان يكون النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس ينتخب مباشره من الهيئه العامه لتكون شرعيتهم اكبر. زي اي نقابه اي نقابه في زي كل النقابات في كل العالم كل النقابات في كل, كل العالم كل النقابات في كل العالم طيب. النقيب ينتخب الهيئه العامه جميل مش ماشي. معقول يعني نكون واقعيين يعني. يعني النقيب الحالي هو يمثل الهيئه المركزيه اللي انتخبته بصراحه يعني لا يمثل الهيئه, الهيئة العامة اسمح لي يا سيدي الهيئه المركزيه تمثل الهيئه العامه من انتخبتها. ماشي بس يعني انت انت اين الاقوى؟ انه نقيب ينتخب من اه هي العامه اين الاقوى موضوع اه ثاني اه ماشي اين الاقوى؟ تمام اذا, اذا في, في 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 يعني في في ايضا تعريف المعلم. في كارثه في تعريف المعلم. وهي حصلت معنا احنا في الكرك يعني. يعني انت معرف المعلم هو من يتولى عمليه التعليم. يتولى يعني يعني مجرد ما تقاعد هو صار خارج النقابه. احنا رئيس فرع في الكرك تقاعد طبعا قانونيا هو خارج النقابة بس الإخوان طبعا جابوا لي فتوى يعني فتوى قانونية إنه يبقى لكن هو الرجل محترم فعرف إنه القصة تلفيق في تلفيق و... وقدم طيب. قدم استفادته يا اخوي آه نظام القائمة المغلقة نظام متخلف يعني نظام اقصائي مين حطوا هذا النظام؟ هذا اللي حطه النظام اللي هو أه ايام الحراك طبعا واللجان اللي تشكلت اللجنه الوطنيه وباقي اللجان حطت النظام انا شخصي يعني المعلمين اللي حطوا النظام المعلمين اللي حطوا النظام ومين وافق عليه النظام والقانون انسلك سلك على اساس انه الدورة الجاية المجلس الجاي الهيئة المركزية الجاي, المركز الجاي،, المركز الجاي، تغير القانون كان هذا تغير القانون في حدا كان ضاغط على المعلمين يلا اصدقوا القانون اه طبعا يعني مين؟ مش في حدا مين حط النظام مين حط النظام الانتخابي القانون الحق إن ارجوك الاستاذ اعتقد الاستاذ هاني الجراح ما لحاله استاذ هاني ولا كان بالمشاورة مم. مم. معكم؟ بالمشاوره مع انا بالنسبه بتحكي معي انا ها. انا كنت زي زملائي في بيعرفوا انا كنت ضد القائم المغلقه يعني القائم المغرقة اقول لك انا بعطيك امثله على القائمة المغلقه القائمة المغلقه ودافترض افترض انه في مش كان مش استعان الاستاذ هاني الجراح بقوانين من نقابات اخرى انا اذكر في على هذه الطاوله ذكر انه استعان الناس وفي الناس في حينها يعني انا بدي اقول لك شغله الاستاذ ايمن العكور كان ضد القائم المغرقة صح؟ راح اجاوبك نعم راح اجاوبك الاستاذ ايمن العكور كان ضد القائم المغلقه طيب ليش هسه صار معها؟ ما بعرف القائمه المغلقه انا بدي اعطيك مثال بسيط على على عدم عداله وعدم تمثيل هاي القائمه ودي افترض انه في اربع قوائم نزق يعني اربع قوائم ترشحت في عمان مم. اربع قوائم طيب واحد من القوائم جابت 25% م. والثاني 25% مثلا والثالث 25% والرابع 30% ال 30% راح تفوز 12 اللي اخذوا 30% راح يفوزوا اذا هاي القائمة مثلت 30% من المعلمين و70% من المعلمين لم يمثلوا. هذا واحد. مم. اثنين هاي القائمة بتشيل الصالح مع الطالح. بتشيل الصالح مم. مع الطالح. كيف يعني؟ يعني أنت ما بتصوت الأشخاص، أنت بتفوت وتكتب قائمة سين. طيب. هاي القائمة سين، ال 12 اللي فيها بنجحوا. طيب. راح يكون عندي أعضاء هيئة مركزية، مع احترامي لكل زملائي. آه غير كفؤين مين قال وهذا اللي بفسر. وهذا اللي شكلوا القائمه مش عارفين هم يشكلوا قائمة. لا اللي شكلوا القائمه آه لهم آه اهداف اخرى آه معروفه واضح. آه بلا بس تقول اشرح وهذا ما يفسر الغياب الاستاذ ايمن العكور بيعرف كل في كل اجتماع بغيب مية رجل يعني مش معقول ثلث الهيئه المركزيه بتغيب ليش بتغيب طيب واحد مم. شو السبب؟ يعني السبب الرئيسي مم. اللي هو القائمه المغلقه اللي بتشيل حي الله طيب اعطيك مثال او اعطيك مثال اعطيك مثال بس اعطيك عجالي انه الوقت بعجالي بعجالي يعني هل يعقل انه شخص زميل لي وبحترمه وصديقي من الكرك مدير نادي معلمي الكرك بياتي في اخر ساعه اخر ساعه في آه تسجيل القوائم ياتي من الكرك على عمان ويركب وي على القائم في عمان وبنجح ويمثل عمان مش منطق كم كم عدد الممثلين القوائم في المجلس النقابي اللي من 314؟ 144 كم واحد بيضل؟ ما بعرف احسبها انت بيطلع اكثر من 180، في عندكم 180 عضو ماشي بس انت بتحكي عن 144 144 يعني 144 رقم ثاني وينهم؟ يعني 144 اسمح لي سؤالي معلش بس واضح بقول استاذ جلال سيطره الطيف السياسي يعني انا والله استغرب هذا الطرح دائما دائما يطرح الطرح. ولا هذا الطرح وانا هذا كلام موجود في كل الاعلام طبعا طبعا هو موجود. الا يسيطر الاخوان المسلمون على نقابه المعلمين بشكل واضح من موجود الان في الهيئه المركزيه هو اراده المعلم الاردني يا <applause> سيدي لا, لا ينبغي لا ينبغي ونحترم نحترم اراده ممتاز اراده المعلم إرادة المسلمين مسيطرون على هذه اراده المعلم الاردني هي من تخرج الى الهيئه المركزيه ونحترمها تريد الآن ونحترمها قد يكون في الدورة القادمة هناك إخراج آخر للهيئة المركزية وإخراج آخر لمجلس النقابة هل أجي بعترض وبقول والله لأنه مش, مش عاجبين اللي طالعين في الهيئة المركزية تعالوا نغير إن شاء الله والله نجيب طيف آخر شو قصة الأطياف؟ احنا في تنظيم مهني انا ما اعترفت على طيب طيب الصيف يا أبو, يا يا انا محلو بعترف في واقع في تنظيم مهني ايمن انا وليس سالمي. تنظيم سياسي ايمن ابو خليني اقاطعك اسمح لي سالمي. اكمل اكمل مشان اوضح الفكره انا ما على هاي الصناديق وفرز الصناديق ونحترمها لكن اللي, اللي بحكي لك عن واقع اذا سمحت انه الاخوان المسلمين الواقع, الواقع, الواقع يقول على نقابه المعلمين الواقع يقول استاذ محمد اسمعني اذا سمحت لي تفضل الواقع يقول ان من هو موجود في الهيئه المركزيه ومجلس النقابه هو اراده المعلم الاردني ونحن نحترم المع... اراده المعلم الاردني طبعا اكيد سواء نعم. في هذه الدوره او التي سبقتها او او ما سياتي من دورات نحن في تنظيم مهني وليس في تنظيم سياسي ولا تنظيم حزبي وليس في وارد تمثيل التيارات السياسيه والحزبيه حصص هذا الامر غير وارد ليخرج المعلم الاردني من يرى انه يمثله بغض النظر عن طيفه بغض النظر عن توجهه السياسي او الفكري او الحزبي في النهايه نحن نريد هيئه مركزيه ومجلس برامجي وليس مجلس ومتجانس ايضا يجب ان يكون كذلك آه متجان متجانس لي. متجانس متجانس في ايش؟ متجانس متجانس في الطرح المهني ومتجانس في الطرح النقابي وليس يعني. قضيه طرح سياسي يا أه وليس طرح حزبي انا اقول متجانس في الطرح المهني والنقابي هذا مهم جدا حتى يكون في عندي برنامج نتيجة وحتى يكون في عندي انجاز نتيجة نتيجة النقطه نتيجة. النقطه الاخرى يا ابو صدام الله يرضى عليك اسمح لي بس اكمل تفضل بعجاله ما هي طبيعه النظام الانتخابي الحالي اللي ابو صدام وعدد الزملاء لا يرغبون بها خليك معني لا يا سيدي معقول اسمح لي أصحيح. يا سيدي معقول قائمه تجيب 25 الف صوت وقائمه تجيب 24 الف صوت اسالك استاذ محمد انا أسألك أنا, ب... انا ارجوك خليني اسال آه. سؤالي طبع. واجيبني تفضل قائمه جابت 25 الف صوت وقائمه جابت 24 الف صوت آه. 24 تسقط وال25 كلها تفوز انا اقول لك شغله آه. هناك تدليس في هذا الموضوع انا بعطيك كيف النظام الانتخابي الحالي هو نظام مختلط وليس نظام قائمه النظام الحالي مختلط، هناك انتخاب فردي على مستوى المديريات ويشكل الان 55% من المقاعد، بمعنى لو كل القوائم على مستوى الاردن فازت لن تستطيع ان تاخذ اغلبيه في مجلس في في الهيئه المركزيه، تاخذ الانتخاب الفردي اذا سمحت طيب ما هو بقول لك الاستاذ ايمن نعم طيب هناك 544 يلا تفضل يا سيدي 144 قوائم طيب انا اكمل اكمل سبعين اكمل يا ابو صدر 70 اكمل يا سيدي 170 يا ابو صدر وينهم؟ 170 يعني على الاغلبيه على الفردي على الفردي, على يا, الفردي يا ابو صدام على الكل 170 انا سبعين. بحكي عندي 200 انا عندي 314 واربعين. منهم 144 انا عندي 314 قد نص نصهم؟ يا سيدي انا ما بدي قد ايه نصهم؟ محمد اعطيك 144 نجي 20 اذا بتنجي 20 على الفردي اذا انت سيطرت اسمح لي اسمح لي اكمل انا بقول اني الحالي اسمح لي يا استاذ يلا يزيدي. هم الاخوان المسلمين مسيطرين على ال 144 عضو في القوائم اه طبعا هم انصارهم طيب احنا في عنا مشكله لا اقول لك شغله يعني هسه الاستاذ أي ايمن بتساله المجلس ال 15 راح اقول لك ال 15 مش اخوان مسلمين بس هو حقيقه تسعه اخوان مسلمين منظمين واربعه او ثلاثه يعني اسمح لي بهالكلمه متاخونين اكثر من الاخوان بخ... يا استاذ ايمن امس أنتم... بسم... يا... تعطيني وقت؟ ارجوك يا... يعني انا قاطعتني آه. 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 يعني آه. قاطعتوني آه. آه. النظام الحالي نظام مختلط يجمع بين الانتخاب الفردي وهذا يعطي للمعلم في الميدان كفرد عنده قدره وطاقه انه يترشح وله 55% من مجموع الهيئه المركزيه الثاني هو النظام الكوتا او نظام القوائم وعددها 12 وكل قائمه فيها 12 ونسبتها 144 مقعد من اصل 314 يعني نحكي عن آه 46% النظام الحالي لماذا النظام الحالي انا سيمه ما عندي وقت لهذا الموضوع طيب. انا عندي سؤال واضح وصريح تفضل انتم متفاجئين يعني انه الاخوان المسلمين فازوا في النقابه مثلا وسيطرين على اللي في النقابه بده يحط القانون، القانون بيفوز وبضلوا يحطه. طيب ماشي استاذ محمد يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي لا اعطيتك وقت لا 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 زيادة. ارجوك لا والله ما اعطيتك معلش ارجوك اقل من المشكلة. اقل من أرجوك انا شو المشكله المشكله انه النقابه انا بس اسالك بالله يا استاذ ايمن تفضل هل انت راضي عن وضع النقابه؟ اعطيني اجاوب اسالك بالله انت راضي عن وضع النقابه؟ اعطيني تفضل جاوب اسالك بالله سؤالك واضح ورابع على النقابة أنا أرضى أرضى بل وأطلب أن تكون القوائم التي تنزل هي قوائم برامجية وليست قوائم فردية مو وليست أسماء مش هذا السؤال الآن إذا سمحت لي أنا مش السؤال هل, هل أرضى؟ أنا أرضى, أرضى. أرضى, أرضى رابع المعلم الأردني أيا كانت لا مو هذا السؤال ما يفرزه صندوق الانتخاب اللي بيجي مو المعلم مو الأردني ويضع فيه إرادته أنا أرضى فيه سواء وافقني أو خالفني سواء كان موافق لرأي المهني أو مخالف له راضي عن النقابة اليوم أستاذ ايمن راضي عن النقابة اليوم, أنا عن نقاب اليوم. أنا أقول لك أن نقابة المعلمين هي مشروع وطني كبير يهدف تصفيز. إلى النهوض بالتعليم ويهدف أيضا إلى الحقيقة الدفاع عن حقوق المعلمين ومكتسباتهم طيب. هل من ممكن أستاذ أن نصل إلى كلمة سواء حتى منظرنا نسمع عن خلاف في اجتماع وخلاف هنا وهناك الكلمة سواء عبر سنة أنا, أقول لك انا اقول لك الكلمه السواء من يريد ان يغير يجب ان يطرح بديل صحيح ما هو البديل الصحيح للنظام الحالي حتى لو كنت انا او ابو صدام مختلف عليه توافقي سهل التطبيق يتيح مجال الافراد للبرامج والتكتلات او الكتل تمثل في جميع المحافظات او تتمثل في جميع المحافظات جميع المديريات الابعاد الجغرافيه والخرافية. يعني لا لكن, لا. كلام. لكن انا اقول اسمح لي لا كلام أعطي نظري أعطي كلام هذا المحك. مش كلام نظري بقول لك يا بدك اعطيني بديل اعطينا بديل اعطيني اعطينا المقنع أنا أنا اعطينا البديل المقنع انا بعطيك البديل اللي انا اعطيك البديل المقنع البديل المقنع والبديل الحقيقي انه النقابه اليوم تمر يا النقابه يا اخوان في الحضيض في الحضيض ويعني اذا بدك اضغط واحد خيار معلم طيب الحل في الحل اذا بدك الحل الصحيح الحل في التشاركية طيب مع مين؟ بدو... بد... بين من بينكم وبين باقي الاطياف اطياف مين؟, مين اطياف سياسية سياسيه غير سياسي هذا كنا. انا بقول لك بصراحه الاستحواذ يا استاذ يعني انا اقول سياسه ابو صدام سياسه من هنا الاس... على منبري خليني اكمل لا يوجد هناك تمثيل سياسي ولا طريقة حزبي خليني اكمل يا استاذ طيب انا بدي اشكر لا تقاطع لا بدي ارجوكم اشكر نقطه مهمه جدا يا ابو استاذ جار اظن واضحه المواضح الموضوع واعتقد انه على المعلمين أن يعوا أن هذا الخلاف الموجود اليوم هو موجود داخل جسم النقابة داخل هيئة العمل النقابة وعلى المعلم أن يجد حلا لما يحدث اليوم داخل أروقة النقابة من هذا الخلاف الطيب الواحد مستحوذ أستاذ أيمن واضح هل تؤيد أشكرك سجرا هل تؤيد النظام الانتخابي الحالي لنقابة المعلمين سؤال شارك عبر تطبيق رؤية لهذا المساء النسبة النهائية 49% نعم 51% لا كل الشكر لكم ضيفي الكريمين شكرا جزيلا لكم شرفتوني في حلقة هذا المساء إلى هنا نكون قد وصلنا نهاية نهاية حلقة هذه الليلة من نبض البلد اللقاء يتجدد بكم السبت المقبل رؤية كانت ولا تزال بس أبقى دائما معكم منكم وإليكم تصبحون على خير